جس کو مانگا تو وہ سلا ہے تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے جام محبت زہر عاشقی ہے پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو نہ ہم ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں ستائے إذا بدك يعني يكون مثل متفرجة صامتة وما أحكي شيء وما أتدخل بكل القصة ماشي أنا موافقة بس خرم بدك تضمن إنك تكون الرابح موافق؟ هلا أنا ماني واحد غبي مزبوط؟ في شيء خبيتيه عني كان بدك تقلي لي إياه وبعدين بطلتي تحكي شيء فجأة خلاص بقى بكفي العلاقات والتعلق والمحبة كلهم نعم من عند الله ما لازم نكون جاحدين تجاههم یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے رب سے جس کو مانگا تو وہ سلا ہے شباب انا كتير مبسوط اليوم لانه قدرنا نكسب ونوقع العقد وهاد كله نتيجة تعبكم وهذا العميل حامل كتير من الجنسيات ولازم نضمن انه نقدر نلبي كل طلباته لهالعميل التليفون اسف ولا يهمك الو مرحبا شوفي سوري شو هي انا اسفه خلص بحكي معك بعدين حمزة بترجاك بالأول اقبل اعتذاري وبعدين سكر إذا بدك حاكيكي بعدين مع السلامة لا حمزة اسمعني لا تسكر الخط أنا ما بقدر ما بقدر اعتذر غير على التليفون وبسمع هيك بس ارجع على البيت رح ارجع اعتذر مرة تانية أنا ما بيهون علي زعلك أبدا مع السلامة حمزة تصویر من میں بس یار کی تسبیح پڑی تیرے پیار کی دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے رب سے جس کو مانگا تو وہ سلا ہے تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے جام محبت زہر عاشقی ہے پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو نہ ہم ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں ستائے اوه عظيم تعلمتي تستخدمي الهواتف الذكية واخيرا قلبين مقابيل بعض هاتو والله انا زعلان على حمزة عرفان منيح كيف تضحكي عليه بس المسكين ما بيعرف حقيقتك انك وحدة محتالة ما انا محتالة ولا انت المحتال ولك انت كنت خاطب رفيقتي شفاق ومع هيك انت عم تحكي معي وتوعدني بالزواج انت ضحكت علي وعلى امك وعلى شفق هات موبايلي له استني ليش كل هالقد مستعجله لانه التروي زايد مو منيح ابني العجله بتحرق يا خالتي هاي حماتك بدها ياني خليكي تحصدي العواقب باسرع وقت هات التليفون بس بتعرفي شو يا خالتي؟ ما بحب المباريات المحلية بحب المباريات الدولية أعطيني تليفوني خلصني بالمناسبة أنت حماية ما في منك بالدنيا كأنك مرافقة كنتك وحبيبة يا جيهان
أنا طلعت شم شوية هوا نظيف رئيس، تعالي انزل لعندي. أعطيني أعطيني موبايلي. أنا عم دور عليكي جوا وأنت قاعدة هون عم. أعطيني. شو عم بيصير؟ بصراحة من شوي كان في حرباية كانت رح تمشي عليها وأنا حاولت أنقذها، قام وقع تليفونها. وينها هالحرباية؟ وينها؟ هون هون كانت هون. هي تليفونك. شكرا. ما رح نقدر نشوفها لأنه بتكون غيرت لونها. وليه؟ شو انتي مجنونة؟ عم تتوقعي قدام عيوني؟ رجع لي عقلي مرة تانية وأبداً ما لي مجنونة. انتي بدك تخبريه لحمزة؟ ولا خرم بده يخبره لحمزة؟ لا يا ستي، أنا يلي رح خبره بنفسي. انتي؟ ايه أنا. طالما رح يعرف في كل الأحوال، ليش لحتى ما خبره بنفسي؟ ليش استنى لتقولوا له انتو؟ عن جد؟ شي حلو؟ كيف رح تخبريه؟ قولي لي لأعرف. شو رح تحكي؟ كل شي بالتفصيل الممل، حرف حرف. وبس هو يعرف أكيد رح يحط له حد لخرم، وبكرة بتشوفي. رح قال له كيف بيتعامل معي خرم، وكيف ضحك علي، وشو السبب اللي جابه على هذا البيت. معناتها أنت محتالة؟ يعني ناوية تستفزي لحمزة وتبيني إنك بريئة وإنك الطرف المظلوم، ويصير يدافع عنك وعن شرفه ويعلق مع خرم. بس أنا ما رح أسمح لك تلعبي هاللعبة. مين فهمك هالحكي؟ مين قالك إني بدي كذب على حمزة؟ أنا رح أحكي لحمزة كل شي صار معي، وإذا أنت عندك ذرة شك فيني بتقدري تتأكدي من القصة لحالك. قبل ما تحكي انت وخرام روايتكن الكذابة مع قصتي الحقيقية، بدك تعذريني كتير. رح احكي لحمزة من الألف للياء وقول له كل شي صار معي. انا مخلفة رجال كله شرف يا هالة نفيس احمد، شو متوقع منه؟ يتسمع على قصص قلة اخلاقك ويضحك بوشك؟ يلي صار ماله قلة اخلاق، هذا كان غبائي من قلة وعي. وإيه صح، أنت جبتيه على هي الدنيا، بس أنا هلأ مرته، يعني عايشة معه وبعرفه أكتر منك. أها. إيه رح يعصب ورح يتضايق مني، بس أنا رح أعوضه عن كل شي، هو قلبه كتير طيب. أنت إيه تعرفي إنه الاعتراف في جريمتك بيخفف من شدة الجريمة كتير، والندم الصادق بيلين القلب الحجر، والناس اللي بتعتذر عن الغلط ما حدا بيقدر يزعل منهم ذنوب. بس أنا ما رح أقدر تعذبيني أنتي وخرم أكتر من هيك، ولهالسبب أنا أخذت قراري علي وعلى أعدائي. آسف هلا، غلطت معك لأني عصبت. لا أنا يلي آسفة. لا بقى تقوليها، ما في داعي. لا، بي شغلة واحدة كمان بدي أعتذر عنها. طيب نحكي فيها بعدين. لا، الموضوع كتير ضروري ولازم إني أحكي فيها. لا حمزة اسمعني. لا لا، سمعنا بهالبساطة. شو عم تعملي أمي؟ ليش هيك عم تأذيها؟ لا مو بهالبساطة مرت عمي، صعوبة كبيرة، صعوبة كبيرة كتير. حمزة حاسك كأني مجرمة وحبل المجنة على رقبتي،
يا أما أنت بتقرر أنك تسامحني، يا الموت رح يكون حكمي النهائي. هي عم تخبص بالحكي مو أكتر. لحظة بس أمي. شو بدك فيها؟ خلصنا هلا. بترجعك ما عتقدر أتحمل أكتر. قولي شوفي. هذا الخاتم أمي عطيته لجليس من زمان، لبسه فترة قصيرة وبعدين ضبه وخبه، بعدين منظبط قياسه على إصبعتك. ما شاء الله ما شاء الله، هذا ذهب خالص ها؟ وحنروح على السوق مع بعض ونشتري تياب ورح نجيب لك شو ما بدك. خير شبك ابني؟ ما حبيت الخاتم يعني؟ إذا ما حبيته يا ابني اللي أكيد نحنا منقدر نغيره. إيه إيه احكي ولا تخاف يا ابني. لا بالعكس تماما، أنا كتير حبيت الخاتم، بس بصراحة كنت عم فكر كيف بدي أقدر كافي سامين على كل شيء. يعني أنا قصدي ابني نحنا مطالبين منك شيء، لا تفكر بالقصة، احترامك لألنا شيء بكفي، وبعدين نحنا كل شيء منملكه هو بالنهاية لبنتنا، منعطيك يا كله وبالأخير هو إله، مو هيك خالة؟ إيه لكان الناس بيقولوا ابني حتى الذهب بيصير شوك إذا ما كان مرتاح بالك وما كان عندك شريكة توقف جنبك. الله يبعث لكم السعادة وطول العمر يا رب. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. نحن عطينا بنتنا وصار عنا ابن، أنت مانك مجرد صهر، أنت هلأ صرت ابننا ابننا. ألو؟ شو ليش سكرتي الخط؟ لك أخي كان عم يناديني لهيك، عملت حالي نايمة لحاكيك. أيوة يعني عم تحكي معي بالسر؟ إيه أكيد. شو رأيك نلتقي بالسر؟ قلت نلتقي بالسر؟ كيف يعني؟ مثل ما عم نحكي بالسر نلتقي بالسر. الحكي شي وإنه نلتقي شي تاني. يعني أنت ما بدك تشوفيني بنو؟ بلا عن جد أنا بدي، بس معناها خلص قلوبنا هيك بدها. طيب أنا رح فكر بالموضوع. صدقني ما في حدا تاني بحياتي غيرك، أنا بضل أدعي لك كل ما بصلي بذكرك بدعائي لحالك، بدعي الله يرزقك كل شي منيح وينولك كل شي بتتمنى وشوفك أنجح إنسان. أنت من الأساس فهمت غلط، كانت بنت بريئة ومظلومة بحياتها، بنت متعطشة للحب، ما كان بدها غير تحبها وإنك تكون واقف جنبها. بس أنت أنت فهمت غلط كتير.
هلأ صح أنت كبير هذا البيت، بس صوفيا وجليس ما كلفوا خاطرهم ياخذوا رأيك بالخطبة، لا ولا حتى فكروا إنه يقولوا لك. بس كبيرة هذا البيت هي أمي. إيه بس في طريقة وأصول، المفروض يجي حدا من عائلته. كيف بيجي ليخطب البنت ومو جايب معه غير أولاد مشان تلبيس المحابس؟ إذا صوفيا وجليس ما عندهم مانع، أنت شو مشكلتك؟ ليش كل هالقد متوترة؟ أنت كيف مانك سائل ولا فرقانة معك شي بهالقصة؟ عن جد ما عم بستوعب. أنا ماني سائل لأنه أمه وأبوه لساتهم عايشين وهنن اللي بيقرروا، بس يجي وقت زواج بنتي وقتها مسؤوليتي بتكون حقيقية. وعلى سيرة مو فارقة معي، فأنا اللي بيهمني من كل قصة هالخطبة هاي إنها تكون سعيدة معه بحياتها. لا شو قصدك بلا؟ وانتي ليش لهلأ ما جهزتي حالك؟ الحفلة رح تبلش. ما بدي إني يكون جزء من هالمهزلة. في شي براسك؟ أنا بعرفك كتير منيح جيهان، هذا الجنان شيلي من راسك، شيلي هالأفكار من عقلك. البنت ما رح تتزوج حدا تاني، إذا الكل عم يستقروا ليش هي حتى ما تستقر؟ معك 5 دقايق تجهزي حالك، 5 دقايق بس بتخلصي كل شي وبتنزلي، أنا ناطرك. عن جد هي انتي؟ بالحقيقة فاجأتيني كتير. ستي قالت لي إذا المرة بتضل حزينة زوجها بمل منها بعدين. ما عندك ثقة بحالك؟ ما لازم كون هيك؟ أكيد لا، نحنا وقت اللي منحب حدا منحبه كيف ما كان، ويلي ما منحبهن حتى لو بيملكوا القمر ما عاد تفرق معنا بالمرة. يعني أنت بتحبني؟ صدق اللي قال أنه الحب بحاجة لتعبير على المشاعر. الورد بده مي والعين بده شي تشوفه، والنهار بحاجة للنور، والضعيف بده شجاعة، والبسيط بده ينضج. هلا بصراحة مزاجيتك أوقات عم بتضايقني كتير، بس أنتي فاجأتيني اليوم، يعني شي مختلف وجديد. نمشي؟ قلك شغلة؟ خلص بلا. لا قلي. هلا بصراحة كان بدي قلك إنه لا تتجادلي مع أمي، بس بتعرفي شو؟ اتجادلي. أنت لازم تردي بوش أي حدا بيحاول يظلمك، وإذا في إلك حق قاتلي مشانه. لا ما بدي اتخانق مع أي حدا، لأنه هالشي عم بيقلب شوك بطريقي وعم بيعلق بجسمي، بس أنا بس من شانك أنت ما بدي أتخانق مع حدا. مشاني أنا؟ لا، أنا عم قلك دافعي عن حقك هلا، تمام؟ نمشي؟ أنت سبقني لحقتك. أكيد.
بعد إذنك. قولي بسم الله. يلا بنتي تفضل. ريتو مبروك أخي جليس. قضى كل حياته عم يهتم ويدير باله على هالة البريئة والمرباية، يجي يشوفك، يشوف هالة البريئة كيف خلت بنته تصير طعم لحبيبها السابق اللي عم يهددها كل الوقت بس لحتى تسكته. بس يعصب، شو ممكن يعمل؟ العصبية بتخلي الواحد يصير مجنون، وإذا جن ممكن يعمل أي شيء. تفضلي اختي جيهان، تعالي. مع انك تاخرتي، نحن لبسنا المحابس، بس تفضلي. لساتني متذكره وعدي، اول لقمه حلو بخطبه سامين حتكون لإلك انت. تفضلي يلا كليها يلا. صحتين يلا، عطوها الهدايا. القصة مو بالهدية، المهم تدعي لها من قلبك. يا حبيبتي جليس، تعال معي لنشوف شو صار بالعشاء. يلا إن شاء الله. ألف مبروك صوفيا، ما بطول بالإذن. أهلا وسهلا. على أساس اجيت تنتقم من هالة صح؟ أنت هيك فهمتني. طيب ليش دخلت سامين بالقصة؟ إيه تعالي. والله هذا كان نصيبي، وهذا يلي صار. ما رح خليكن تطولوا. أنت شو مشكلتك؟ كيف بتقدر تعمل هيك شي خرم؟ ما رح خليك تكمل هالطريق. أنا رح أكشف سرك قدامهم. أنا أصلاً حاولت كتير، وهلأ في كتير ناس هون. وبالمناسبة ليلي، شو مشكلتك بخطبتي أنا وسامي؟ ورجيني المحبس. ما رح اسمح لك تدمر حياة سامين لو شو ما صار. هالة هي الجانية بقصتك. هالة قصتها لحالة، وسامين شي تاني، كل قصة مختلفة. ما استخدمت سامين كطعم، سامين هي نصيبي ولهيك خطبتها. اضحك ولا تحاول تضحك علي. أنا قررت كمل حياتي. اسمعيني، سفينتي المكتئبة والضايعة بعد عذاب طويل قدرت تلاقي ميناء، وأنا ما عاد بدي أطلع لورا أبداً.
أنت بتكرهها لهالة، وحلفت كمان أنك رح تدمرها، مو صح؟ وبطلت، والانتقام ما عاد يعنيني هلأ. يلي كنت حامله بقلبي على هالة انتهى، وسكرت على الموضوع. ما بعرف ايمت، بس خلص أنا سامحتها. وقفوا منيح. ألف مبروك. يبارك فيك. تتهنوا. شكراً إلك. وإنتي ما راح تباركي لي هالة؟ أنا وحمزة مباركتنا وحدة. شكراً كتير إلك هالة. ألف مبروك. وإلك طبعاً ألف مبروك. صدقني ما كنت رح تلاقي بنت أحسن من سامين أبداً. أكيد معك حق بهذا الشيء. وأنت شو قصدك بهالحكي؟ لا ما قصدي شيء. الواحد بيقابل بحياته كتير ناس، بس هذا المكان للناس المميزة. كلامك صح 100%. تعالي معي شوي. امشي. يلا ما رح نطول. تفضلي اقعدوا. مرة تانية ألف مبروك. مبسوط أكيد. شوفي. امشي لشوف. شو كان بدك تقولي لحمزة بكل جرأة؟ زوجك واقف جنبك وأنت بكل وقاحة واقفة عم تطقي حنك مع حبيبك، شو ما بتستحي يعني؟ أنا ما عندي شو أقوله ولا بدي أسمع شي حتى. أنت شو فكرة؟ يعني إنك رح تضلي تبتزيني وأسكت لك كل الوقت؟ أصلاً أنا ما عملت هالغلط الكبير، بس غلطي أنتو وخرامك اللي كبرتو. خليه يقله، خليه يذكر اسمي، خليه يحكي كل شي، إذا حقيقة ولا كذب. أول ما رح يذكر اسم عمته فوراً رح يتقلع من حياة سامين كلها. لكن شو مفكرة؟ هو كمان بيحسب حساب. لحد اليوم هو ضل عم بيهددني، وهلأ إجا دوري لهدده قدام الناس. حلو، صايرة عم تشغلي مخك. دخلك من وين جبتي كل هذا الوعي الكبير؟ عن جد خرستيني بحكمتك. إيه ما عاد عندي جواب أقوله. وقفي شوي. اسمعي، عم تستخدمي سامين كدرع مشان تحمي حالك؟ شيء حلو. وين ستك الحنونة؟ لازم تجي تشوفك، تشوفها للبريئة لشو عم تخطط. ورح نادي لجليس كمان، اللي قضى كل حياته وهو عم يهتم ودير باله على هالة البريئة، يجي يشوفك، يشوف هالة البريئة كيف خلت بنته تصير طعم لحبيبها السابق اللي عم يهددها كل الوقت، بس لحتى تسكته. ولك انت غبية ولا عم تتغابي؟ شو مفكرة؟ إنه جاي مشان سامين؟ ورح يموت إذا ما تزوجها؟ غلطانة. لازم تشيلي من راسك الغبي كل هاي الأفكار السودة. هو جاي بس لينتقم منك مو أكتر. يعني سامين مجرد وسيلة. حبك رح يدمر هالعيلة، واليوم كانت البداية بس. هو مانو غبي مثلك ولا متسرع طريقتك. أنا خسرت مباراة رابحة بس لأني تأثرت بعواطفي، وهلأ صار لازم فكر ولاقي طريقة بس لأنتقم. الله يهنيهم يبعث لهم أيام ويطولنا بعمرك مرات. تخلي لنا ياكي. ليكي انت عم تغلطي كتير وأنا رح ربيكي. تركيني. بدك تطلع مني ولا؟ هلا انت تقولي له ولا أنا؟ انت اللي لي أمي. شوفي، مفكر إنه مرتك كتير عاقلة؟ تجاوزت حدودها. هي ما بتعرف إنه الناس اللي بتعمل هيك وقعتهم قوية. أمي بترجعكي. ما رح تصدق شو عم تسمع، بس أكيد رح تصدق وقت تشوف بعينك. ليك شوفها لابسة كعب عالي وما عم تعرف تمشي فيه، بس أنا الحق علي.
لأني قلت لها لا تعلي كعبك لحتى ما توقعي. تركي يا رومي، أمي ما كانت رح تشوف الشمس اليوم لأنه هي نعمت من مبارح من ورا خطبة سامين. قلت لحالي بعد خطبة بنتك خلاص نسيتي كل شيء. لا طبعاً ما نسيت، أنا كنت عم نظف بعد ليلة مبارح. الله يرزقك الأم هالفرحة وما يحرمها لمشتي. آمين آمين. كان بدي أورجيكي هذا الحلق. من وين جبتي هالحلق؟ خورة من بارح عطاه هدية لسامين، كان لأمه الله يرحمه، قال إنه ضل مخبيه معه ومحتفظ فيه لهي المناسبة. هلأ الموضوع راجع لسامين إذا بدها تبدله ولا رح تلبسه مثل ما هو، لأنه ما قدر يجيب محبس لسامين بصراحة ولهيك هو عطاها يا. ما شاء الله ما شاء الله، عنده عزة نفس هالشب. حلو هالحلق؟ حلو، المفروض إله لولو. عن جد؟ كيف عرفتي إنه المفروض يكون إله لولو؟ بصراحة هون في شكل خطاف، يعني أكيد كان في لولية، يمكن تكون واقعة. معك حق يا هالة، إيه واردة، هدول حلقات أمه وقدام إيه؟ كتير عادي يكونوا حبات اللولو وقعوا منهم. أمي أنا رايحة على الجامعة ويمكن أتأخر شوي، ماشي؟ لوين؟ شو لوين؟ عادي لقلك، أنتي انخطبتي مبارح واليوم رايحة على الجامعة. ستي؟ يعني هلأ البنات بياخدوا إجازة رسمية بعد خطبتهم؟ لا تكتري حكي بنتي، لو سمحتي بدي أشوفهم عليها. خلينا نشوف كيف شكلهم على الإذن. أمي إيه ما شاء الله كتير لابقين لها. خلصتي هلأ بقدر روح إذا بتريدي؟ مرت عمي طلعي على حفيدتك، البنات بطير عقلهم بهاي القصص وبنتي مو أكل هم غير دراستها. لأنه يا أمي التعليم هو ثروتنا الحقيقية، مو هيك ستي؟ إيه لكان معك حق 100% يا بنتي، هن الثروتين كتير مهمين، واحدة بتحلي شكلك وأما الثانية بتحلي روحك. درر ستي درر، حكيتي كلام جواهر، خلوني روح لو سمحتي، أنا رح أتأخر. باي. خاطرك ستي؟ الله معك يا عمري، الله يحميكي ويسعدك. لكن الحلقات طلع فيهم لولو ما هيك؟ شو كان لونهم؟ أحمر ولا أبيض ولا أخضر؟ رحت على بيت شفق وهنيك قعدتي جنب أم خرم وشفتيها بعينك. لازم تقولي لي شو كان لونهم، قولي. كانوا بيض. صوفيا وسامين كتير مبسوطين بالخطبة بس هنن ما بيعرفوا إنن عم يربوا حية مسمة جوات بيتهم. وإنتي شمتاني فيهم؟ لا. جليس بحبك مثل كأنك بنته،
بس انت ولا حتى سألي عنه، لدرجة انك رح تخلي بنته تقع ببير. بس هاد مو ذنبي. شوفي، اذا في حدا بحبك من قلبه غير ستك فهو اكيد جليس. بحياته كلها ما فرق بينك وبين سامين. بعرف. تعرفي، ومع هيك ساكتة وما عم تحكي ولا شيء، ورح تخلي بنته تدمر حياتها على ايدين هالمحتال وانت عم تتفرجي. سامين ما رح يصير له شيء. كيف رح تفهمي خرم هذا الشيء؟ قولي قولي. على فكرة سامين، رح تتدمر من وراكي وانت السبب. تذكري هذا الشيء. طالعة كتير حلوة اليوم، مع إنه أغلب البنات بتياب الجامعة وبصورة الهوية بيطلعوا بالشين. عن جد؟ بس أنا لسه ما استلمت هويتي لحد هلا. ما استلمتيها ولا ما عملتيها؟ عم أسأل مشان إذا بدهن هوية مشان عقد الزواج. مو كأنك متسرع أكتر من اللازم؟ اللي كتير بيماطلوا بينشك بموضوع جديتهم. طيب خلينا نطلب هلا، عندهم شغلات طيبة لو سمحت. أنا ماني جوعانة، إذا طيب بطلب كل شي وباخد معي على البيت. أيوه أنت غنية لك. طبعا رومي رئيس أحمد مانا بنت زلمة فقير. حمزة؟ فيني أسألك سؤال؟ اسألي. الإنسان بس يعصب شو ممكن يعمل؟ طيب الليلي، مين يلي معصبك هلا؟ ما حدا معصبني، بس يعني سؤال، شو ممكن يعمل الواحد بس يعصب؟ العصبية بتخلي الواحد يصير مجنون، هو إذا جن ممكن يعمل أي شيء. طيب والجنان والكره لوين ممكن يوصلوا؟ حسب، في عالم ممكن توصل للقتل، بتدمر حاله وبتدمر يلي حواليها. بس ما قلتي لي أنت ليش عم تحكي معي عن الكره يا روحي؟ أنت لازم تحاكيني بس عن الحب هلا. طيب والمحبة؟ لوين بتوصل حدود المحبة؟ هذا سؤال حلو، بس الإجابة كتير طويلة. فحالياً في واحد عشقان هون ورح يقوم من محله ويقعد جنبيك. ويطلع بعيونك كل الوقت. مو كنت بدك تمشي؟ لازم امشي، بس مو جاي على بالي. كيسي هو شكريا मुझको जो चुन लिया हाले दिल न कह सके तुमने तो सुन लिया अहदे मोहब्बत को पूरा किया दर्द दिल
كاليك إشككم لك.